الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: زوجها حلف عليها يمين الطلاق المعلق بشرط، كان يقول إذا خرجت أنت طالق ونحو ذلك. تقول: هي لم تفعل شيء من شروطه وهو يريد التراجع عن هذا الحلف، فماذا يفعل؟ الحمد لله. الطلاق المعلق في أصح قولي أهل العلم مرد معرفة حكمه إلى نية الناطق به، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فقوله معتد فيه. فنحن نسأل هذا الزوج: هل أنت تقصد حقيقة وقوع الطلاق فيما لو وقع هذا الشرط أم لا؟ فإن قال: أقصد حقيقة وقوع الطلاق متى ما وقع الشرط، فإنه متى ما وقع الشرط تقع طلقة واحدة. وأما إذا قال: أنا لا أقصد حقيقة الطلاق ولا أحب فراق زوجتي في يوم من الأيام، وإنما أقصد تخويفها وتهديدها أو حظها ومنعها، فهذا التعليق يعتبر يمينا بالمضمون والمعنى، وإن لم يكن يمينا باعتبار الظاهر واللفظ، فإن الأيمان تنقسم إلى أيمان لفظا ومعنى، وإلى أيمان في المعنى والحقيقة دون ظاهر اللفظ. فالطلاق المعلق إذا قصد الإنسان مجرد حظ زوجته أو حظ نفسه أو منع زوجته من شيء معين فإنه منزلة منزلة اليمين. فبما أننا جعلنا الطلاق المعلق في هذه الحالة بمنزلة اليمين، فقد تقرر عند العلماء أنه يجوز التكفير عن هذه اليمين قبل المخالفة وبعد المخالفة. وبناء على ذلك فيجوز لزوجك الآن بعد سماع هذه الفتية أن يذهب ليطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة، فإن لم يجد فليصم 3 أيام من باب تكفير هذه اليمين، فتنحل يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فمتى ما ذهب زوجك وأخرج الكفارة حتى ولو لم تقع في مخالفة شرطه فإن يمينه حينئذ تنحل، فلو فعلت ما علق طلاقك عليه فليس عليك ولا عليه شيء بعد التكفير، والله أعلم.